السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا مصطفى قناة رفيق درب. درسنا اليوم هو الدرس الأول في مستوى الآبير منهاج يونس إمرأ، كتاب التمارين. تشالشما كتابه. مرحبا 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 مرحبا. هاي الصورة موجودة من كز كولاسي كولا برج ساحي مائل إي مضاف، برج البنات بمدينة إسطنبول. الوحدة الأولى كانت طانشما تعارف. تعرفنا على الأقسام في الوحدة الأولى بكتاب الدروس. لسبب اللي ما حضر كتاب الدروس يروح يحضر دروس الدروس اللي في كتاب الدروس، وشرحت هنيك تفاصيل الأقسام والمهارات والقواعد والكلمات. ننتقل للتمرين الأول. ما المطلوب منا؟ بيرنجي، بير واحد، صرلا صرلا، هذا فعل الترتيب، فعل الترتيب صرلا، الياء حماية والآ لاحق صيغة الطلب، لم نحن لنرتب. إذا المطلوب منا أول شيء الترتيب، لنرتب. نقرأ العبارات. بدأنا بالعبارة الأولى، مرحبا مرحبا مرحبا، حطينا هون علامة التعجب، لم إشارتي. الجواب لمرحبا شو بيكون؟ مرحبا. نحط هون مرحبا مرحبا. طيب بعد مرحبا بدنا نتعرف عن اللي حكى، اللي بدأ الكلام بده يقول أنا فلان. بنيم آدم كامل، بنيم آدم كامل، حط هاي ثلاثة، بني مقادم كامل. الطرف الثاني بيقول، بده كمان يعرف عن حاله، يقول بني مقادم اسمي يليز، اسمي يليز. ممنون oldum، أنا أصبحت مسرور. الجواب بنا ممنون oldum، وأيضا الشخص المقابل يقول بأن ذا أنا أيضا ممنون أولدوم، أصبحت مسرور. إذا مرحبا بدأ الحوار كامل، مرحبا مرحبا، بنيم آدم اسمي كامل، بنيم آدم يليز، ممنون أولدوم، أنا أصبحت مسرور، بأن ذا ممنون أولدوم. سؤال اثنين، إيكي اثنين، إيش لشترالم؟ إيش لشتر؟ هذا فعل مزاوجة والتوصيل، الآلة حقصية الطلب، لم نحن، نحن لنوصل. مطلوب منا عملية توصيل ومزاوجة. طيب نبدأ، مرحبا مرحبا، جواب مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا. ناصل سنس، ناصل سنس، ناصل كيف، وسنس هي لاحقة شخصية. أنتم، أنتم كيف، يعني كيف حالكم، هذا سؤال عن الحال، معناتها مطلوب مني جاوب بجواب عن الحال، وهذا جواب عن الحال. إذا بنوصل مع تشكر إدرم، تشكر إدرم، الأبراء جنيه زمان، والإيم لاحقة شخصية، الفعل تشكر، أت أنا بسوي شكر، يعني أنا بشكرك، إييم أنا في حالة جيدة، إيي جيد، يا حماية إييم أنا، أنا بحالة جيدة، تشكر أدرم إييم. العبارة الثالثة، جا باندا أنا أيضا إييم، أنا أيضا إييم، أنا بحالة جيدة أيضا، معناتها شو سألوا؟ سألوا كمان عن الحال، لسبب من وصلها مع العبارة سيز ناصل سنس، أنتم ناصل كيف، سنس لاحقة شخصية، أنتم، أنتم كيف، كيف حالكم، أنتم أيضا باندا إيم.
العبارة الرابعة: بنم آدم مصطفى. بنم آدم هي بن ضمير شخصي والإيم لاحق مضاف إليه، آد اسم والما لاحق ملكية. اسمي بنم آدم مصطفى، بنم آدم حسن. إذن هاي منوصلة مع الدال. اسمي حسن. العبارة الخامسة: ممنون أولدون، أنا أصبحت مسرور، يعني تشرفت. بلا ممنون أولدون، منوصلة مع الآن. شو اسمها هاي العملية اللي قمنا فيها؟ إيش لشترمة، عملية توصيل ومزاوجة. أنا أيضا باندا ممنون أولدون، ممنون أولدون، باندا ممنون أولدون. ننتقل للسؤال الثالث. مطلوب مني تمام لا يضم، تمام لا فعل الإتمام، والياء حماية والآلة خاصية الطلب لم نحن لنتم. تمام لا يضم، سكتنا حطينا فاصلة فيرجول، صرا لا يلم، صرا لا فعل الترتيب، والياء حماية والآلة حق صيغة الطلب لم نحن، نحن لنرتب. إذا نحن لنتم ونحن لنرتب. طيب نبدأ نعبي أول شيء، نحن نقوم بعملية إتمام. مطلوب مني أول شيء إتمام بعدين ترتيب. نتم مر ها، إذا حطيت هون ها، مرحبا، وهون حطيت مرحبا. شو عم بساوي أنا هلا؟ عم بساوي عملية إتمام. تمام لما، تمام لما إتمام. هو طلب مني، قال لي تمام لا يلم لنتم. ممنون أو، حطيت الأو، ممنون. أول فعل أصبح ممنون أولد، وما ننسى أن الممنون أولد مكتوب منفصل على الفعل. باندا أنا أيضا، مم نون، ممنون أولدوم، ممنون أولدوم. أنا أيضا أصبحت مسرور، تشرفت بمعرفتك. ناصل س، سنز، سنز أنتم، سنز. تشكر أدرم، ت تشكر، حطيت أو ور، تشكر تشكر. أدرم حطيت الإي، أدرم هاي الإيم لاحقة شخصية طبعا. تشكر ederim. Sizin adınız ne? Sizin. Sizin adı. Adı ı. Adınız ne? Ma huwa ismukum? İyiyim. Hatayt avval şey iyi, iyi. Bazen hada liyahi maya, bazen bihutu lahika. حطيت الإي الصوت، عفوا الإيم اللاحقة الشخصية. أنا جيد، أنا بحالة جيدة. بنيم آدم ليلى، بنيم آدم ليلى. شو سويت أنا هون بهالشكلات؟ قمت بعملية تمام لما إتمام. تمام ليلم لنتم، أتمينا. الآن سرى ليلم لنرتب، سرى الله فعل الترتيب. طيب في عنا 8 جمل. بدأنا بالأولى مرحبا، مرحبا. الجملة الثانية بعد مرحبا، مرحبا. كون هون في شخص واحد عبي بيخاطب المقابلة مباشرة، نقول سيزن، سيزن أدنز، سيزن أدنزنا،
Sizin adınız ne? Bizden her cümle ula, cümle tane. Şey tabii imden cevap bir cevap verirsin. Benim adım Leyla. Kemal men sen nöbde bir harf kebir. Benim adım Leyla isim khas ise nöbde bir harf kebir. Leyla. Hat nokta bin yani. Benim adım Leyla. İzen akadna avval şey. Sizin adınız ne? Benim adım Leyla. الآن نسأل عن الحال. ناصلسنز. ناصلسنز. أنتم كيف الحال؟ اللي بيسألنا عن الحال أول شيء نشكره. تشكر أدرم. تشكر. أدرم. Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim. طيب ايش ضل عنا؟ هاي اخذناها. ضل عنا ممنون اولدوم. ممنون أولم أنا أصبحت مسرور الجواب باندا ممنون أولم باندا ممنون أولم أنا أيضا أصبحت مسرور إذا مرحبا سيزين أدنزنا بنم آدم ليلى ناصر سنس تشكر إدرم إيم ممنون أولدوم بان دا ممنون أولدوم عملنا إتمام تمام لما وسرى لما وترتيب ننتقل للسؤال الرابع السؤال الرابع مطلوب مني tamamlayalım, lünütüm meydan, hameliyet etmem, tamamla, fe'l etmem, ya himayel alâ hısıf talep, tanışalım, tanış, fe'l etta'aruf, el alâ hısıf talep, lüm nehnu, line ta'aruf, tanışalım. Fi anna arba kelimat, tanıştırayım, tanıştır, fe'l etta'rif, yani ta'rif vahid ala vahid. Kul alâ hısıf talep, hon lim neh, ana, mu nehnu, أنا لأعرفك مرحبا مرحبا ناصلسن أنت كيف الحال أنت كيف يعني أنت شلونك ناصلسن ممنون أولدوم أنا أصبحت مسرور نبدأ الحوار مرحبا ساكورا مرحبا ساكورا شيء طبيعي واحد قالنا مرحبا راح نجاوب عليه كمان بمرحبا إذا بنجيب أول شيء مرحبا ونبدأ بحرف كبير مرحبا ميكا سأل هذا السؤال هون قال تشكر أدرم أنا بشكر إيم أنا بحالة جيدة معناتها سألته عن الحال تمام سؤال عن حال وين سؤال حال ناصر سن بعد الفاصلة ما بنبدأ بحرف كبير لسبب بنجيب حرف صغير ناصر سن ناصر سن كيف الحال أنت كيف؟ طبعا بعد الفاصلة قلنا نبدأ بحرف صغير إلا إذا كان هذا اسم خاص بيكون حرف كبير بيكون حرف كبير لأنه اسم خاص بس هذا ما له اسم خاص ناصر سن أنت كيف؟ تشكر أدرم أنا بسوي شكر إيم أنا بحالي جيدة سن ناصر سن أنت كيف؟ سن ناصر سن بند إيم أنا بحالي جيدة أيضا سني arkadaşım, arkadaş sadık, elma lahiqat mulkiye, sadiqi, noko ila ma noko, ilya himayullah ma, tanıştırayım, tanıştırayım, fe'l, evvel şey fe'l cey min fe'l ma'rifi, tanı, ba'din sawayna fe'l ta'aruf, ba'din sawayna fe'l ta'rif, taban ta'rif, شخص على شخص تنشترى بعدين جبت لاحق صيغة الطلب بعدين جبت اللاحقة الشخصية أنا أنا لأعرفك ك سنين ك أنا لأعرفك
هاي سيني كلياتها مفعول به، والإي علامة المفعول به المحدد للفعل تنشطر. أنا لأعرفك مع مين؟ مع نوكو أركضاشم صديقي. تمام، أركضاشم صديقي. طلعت عنا عبارة واحدة، ممنون أولدوم، تشوك ممنون أولدوم، يعني كتير، تشوك كتير ممنون أولدوم، يعني أنا أصبحت مسرور كتير، تشرفت كتير باندا. أنا أيضا. تمام، فهمنا شلون شو سوينا. طيب ننتقل للتمرين الخامس. شو المطلوب مني بالتمرين الخامس؟ تمام لا يلم، تمام لا فعل الإتمام. يا حماية لاحق صيغة الطلب لم نحن لنتم. طيب نقرأ. مرحبا، مرحبا. بنم آدم، نذكر اسم لا التعيين مثلا، ونبدأ بحرف كبير مثلا بنم آدم مصطفى، اسمي مصطفى. سيزن أدنز نا، ليش نا؟ لأنه نا ضمير يسأل عن الشيء، واسمكم هو شيء. سيزن أدنز نا، مرحبا بنم آدم مصطفى، سيزن أدنز نا. مرحبا، مرحبا، جواب مرحبا. مو سألو سيزن أدنز نا، يقول بنم آدم علي، بنم آدم علي. ناصل سنس، أنتم كيف حالكم؟ تشكر إدرم. تمام، تشكر إدرم. بنحط فاصلة وبعدها نقول إييم، والبعد الفاصلة ما بنكتب حرف كبير. إييم، تشكر إدرم. إي جيد، ويا حماية إيم لاحقة شخصية، وبنحط نقطة، انتهينا. تشكر إدرم إييم. طيب سألنا هذا ناصر سنس، أنتم كيف حالكم؟ قلنا له تشكر إدرم إييم، بنقول له أنتم كيف حالكم. سيز ناصر سنس، سيز ناصر سنس، أنتم كيف حالكم؟ طبعا هذا شو بده يقول؟ تشكر إدرم بان إييم، تشكر إدرم، تشكر إدرم، يعني أنا بسوي شكر باندا. أنا أيضا إييم، أنا بحالة جيدة. طيب طانش فعل التعارف، تك إن هي سابقا بكتاب الدروس أنه هي لاحقة، اسمها لاحقة صفة فعل، رح يجي يوم ناخدها، والصوت المساعد والمز لاحقة ملكية، ولا إلى أننا تعارفنا. ممنون أولدوم، ممنون أولدوم، أنا أصبحت مسرور، أنا أصبحت مسرور إلى أننا تعارفنا. ممنون أولدوم، أنا أصبحت مسرور إلى أننا تعارفنا. باندا ممنون أولدوم، أنا أيضا بان الدا، هي الدا رابطة هون. باندا ممنون أولدوم، أنا أصبحت مسرور أيضا. طيب ننتقل للسؤال ستة. تمام لا يظلم، تمام لا يظلم، لنتم تانشالم لنتعرف، تانشالم لنتعرف. شو المطلوب منا هون؟ مطلوب منا انه في عنا هالعبارات الخمسة مكتوبة، بس لازم نحن نصححها، نعمل تصحيح بالكتابة. يعني مثلا آدم سيردار، لازم نحط فراغ هون، نكتبها، نرجع نكتبها آدم سيردار، اسمي سيردار. تشكر إدرم مكتوبة هون متصلة، هي لازم نكتبها منفصلة، تشكر إدرم. طيب عبارة ثالثة، سيزن أدنزنا. إذا أول شيء سيزن لحالة، وهي مكونة من سيز ضمير الشخصي أنتم، وحطينا لاحقة المضاف إليه إلي سيزن،
وبعدين حطينا أض اسم، بعدين حطيت صوتي مساعد، بعدين حطيت لاحقة الملكية لأنتم سيزن أضنز، بعدين فصلت وحطيت الضمير اللي بيسأل عن الشيء نا، بعدين حطيت لاحقة السؤال صرو إشارتي سيزن أضنزنا. ممنون أولدوم، أنا أصبحت مسرور ممنون لحالة. نكتب ممنون، ممنون لحالة، بنفصل، بعدين بنجيب الفعل old، بعدين بنجيب لاحقة الماضي، بعدين بنجيب اللاحقة الشخصية ممنون old. باندا ممنون old، أول شيء جبت الضمير الشخصي بان، فصلت، بعدين حطيت الرابط ده، حطيت فراغ، بعدين جبت كلمة ممنون، بعدين جبت all أولدو باندا ممنون أولدو. ننتقل للسؤال السابع، شو مطلوب مني بالسؤال السابع؟ يدي تمام ليلم لنتم، كمان مطلوب مني عملية إتمام. يونايدن، هاي العبارة منقولة وقت الصباح، يونايدن ياسمين، صباح الخير ياسمين. طبعا اللي قلنا جون ايدن لازم نرد عليه كمان بجون ايدن، جون ايدن، جون ايدن الي. اذا صباح الخير ياسمين، صباح الخير علي. في عنا هون فراغ وسؤال، نشوف نكمل. تشكر ادرم اي، معنات هذا سأله عن الحال، تمام، سألوا عن الحال وسألوا بناصل سن، بس هون بدنا نبدأ بحرف كبير. السبب لأنه انتهت هون الجملة كمعنى بنايدن علي، حطينا نقطة، بعد النقطة بنبدأ بحرف كبير. ناصل سن، ناصل سن، أنت سن، هي لاحقة شخصية، أنت كيف، كيف حاله. تشكر أت، أت هذا الفعل المساعد أت، تحول ته لده، وحطيت الآ والرا لاحقت الزمن الواسع، والإيم لاحقة شخصية. تشكر إدرم، تشكر إدرم إيم، أنا بحالة جيدة، سن ناصل سن، أنت كيف، سن ناصل سن. كمان هذا بده يقول تشكر إدرم، نبدأ حرف كبير، تشكر إدرم، يعني أنا بسوي شكر كمان، طبعا هون موجودة كلمة إدرم، بس نكتب كلمة تشكر. فقط نكتب كلمة تشكر إدرم باندا إيم، أنا أيضا بحالة جيدة. Ben. طيب سيزي تانشترايم، تانشتر ان فعل التعريف، والآ لحقة صيغة الطلب، انا، انا لاعرفكم. كلمة سيزي مفعول به، والإي لاحقة المفعول به المحدد للفعل تانشتر، انا لاعرفكم، تمام. بو هذا، مين هذا؟ مثلا هون احمد، معناته نقول هذا احمد، اذا في عندنا عملية تعريف، أحمد، هذا أحمد، بو أحمد. تانشتمزا، إلى أننا تعارفنا ممنون أولدوم، أنا أصبحت مسرور إلى أننا تعارفنا أحمد، يا أحمد. أحمد يقول باندا ممنون أولدوم، أنا أيضا ممنون أولدوم، أنا أصبحت مسرور أيضا، باندا ممنون أولدوم. Günaydın Yasemin. Günaydın Ali. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi tanıştırayım. Bu Ahmet. Tanıştığımıza memnun oldum. Ahmet. Ben de memnun oldum. ننتقل لثمانية. شو المطلوب مني بثمانية؟ سكيز تمام ليلم لنتم، أيضا مطلوب مني عملية إتمام. تمام ليلم، حرف لر، حرف حرف،
لا هي لاحقة الجمع. ليش قلنا لار مو قلنا لار؟ مع انه هو لازم يعني حسب القاعدة الآ هذا حرف آلن. ليش قلنا لار؟ لأنه هي كلمة شاذة ما بتاخذ غير لاحقة اللار المرققة حرف لار. الحروف ألفا باء، الألف بائية، الألف بائية يعني الحروف كلها كافة الحروف. في عنا مرادف لكلمة ألفا باء وهو آباجة. آباجة نحفظ هاي الكلمة آباجة. آباجة يعني نفس ألفا باء آباجة. طيب نبدأ. طبعا مكتوب كل حرف شكل الكبير والصغير والصغير. آ ب ج تش تش د أ. هو طالب مني عملية إتمام وأنا أقوم بعملية إتمام. آ ب ج تش د أ. ف هون الفاء بدنا نكتبه حرف كبير. جا يمشج جا يعني جا لين. غ أو يمشج جا مطلوب أن يكتبه هون حرف كبير. غ يمشج جا يمشج يعني لين طري، وجا يعني جا لين. ها هون أكتبه حرف صغير. ها أ إي هون نكتب حرف الإي حرف صغير إي. جا جا كا حرف صغير. لا كمان مطلوب إني أكتبه حرف صغير. لا ما كمان أكتبه حرف صغير. ما نا حرف كبير. نا او أ حرف صغير. ف ر س ش ش ت هون حرف كبير. ت ت او حرف الاو. ا حرف صغير نكتب ا. ذا يا حرف صغير كمان. وذا حرف صغير. إذا في عنا 29 حرف باللغة التركية. أول شيء نتعلم ألفا باء الألفبائية مرادف لكلمة أوباجاء. نقرأ الحروف مرة ثانية. آ با جا تشا دا آ فا جا يومشا جا غا ها أ إي جا كا لا ما نا أو أ ب ر س ش ت أ ل و ي ز. درسنا لهون انتهى أصدقائي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركة القناة مع أصدقائكم، وأي استفسار تقدروا تكتبوا بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.